باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. تحل علينا نعمته ورحمته وبركاته من الان والى الابد امين. نكمل مع بعضنا بنعمه ربنا دراستنا في سفر الجامعه، وكنا اشتغلنا في الاصحاح 11 وتقريبا خلصناه، بس انا قلت ان انا هعيد شويه على الجزئيه الاخيره اللي هي من العدد 7 لغاية آخر الإصحاح. يقول الكتاب: النور حلو وخير للعينين أن تنظر الشمس، لأنه إن عاش الإنسان سنين كثيرة فليفرح فيها كلها وليتذكر أيام الظلمة، لأنها تكون كثيرة، كل ما يأتي باطل. يعني هو سليمان بيمهد بالجزء ده للإصحاح اللي جاي، لأن الإصحاح اللي جاي هيتكلم على الشباب والشيخوخة ويوصيهم إن هما ياخدوا بالهم من ربنا. اذكر خالقك في أيام شبابك، الآية الشهيرة اللي احنا كلنا نحفظها. فبيمهد ويقول حلو إن الإنسان يكون بيشوف النور وبيشوف الشمس، وحلو ان يبقى عندك فهم وحواسك منفتحة وكده. يعني هو بيؤكد على الكلام ده عشان يفرح الشباب ويفرح الناس بعطايا ربنا وبأعمال الله معاهم. يعني فالنور حلو للعينين وخير للعينين ان تنظر الشمس. طبعا بكل تأكيد الكلام ما هوش مش محتاج برهان من سليمان على انه النور افضل من الظلمة، ولا محتاج برهان على انه العين المفتوحة احسن من العين المقفولة، مش كده؟ بس هنشوف دلوقتي هو ليه بيقول هذا الكلام. يقول: لانه ان عاش الانسان سنين كثيرة فليفرح فيها كلها. لو ربنا ادالك سنين كتيرة افرح، افرح بنعم ربنا وبعطايا ربنا معك. وبعدين يروح مفاجئنا ويقول ليتذكر أيام الظلمة لأنها تكون كثيرة. بدأنا نخش إيه في شيء درامي شوية، هيكلمنا عن حاجات ممكن تكون صعبة بقى شوية دلوقتي. يعني أيام الظلمة ديت يعني ممكن تكون أيام التعب، وممكن يكون الأيام اللي فيها الإنسان بيبقى مش قادر يشوف، وممكن تكون أيام الموت، لأن في الوقت ده في العهد القديم كان في معنى مرادف للموت وهو ظلال الموت. فحتى تلاحظوا في القداس الله نقول كده: ظهرت لنا نحن الجالسين في الظلمة وظلال الموت. فالظلمة وظلال الموت دول كان هو المرادفين بتوع الموت. فعايز يقول الإنسان اللي شايف عنده صحة، شايف عنده عينين، شايف عنده إمكانيات، شايف عنده قدرة، بيقول له تذكر أيام الظلمة. ويقول: لأنها تكون كثيرة، تكون كثيرة أكتر من أيام النور، أكتر من أيام النور. لأنه الإنسان إن عاش حتى 1000 سنة فكانوا بيترموا في الهاوية لمئات السنين وربما آلاف السنين. فشايف سليمان إنه أيام الظلمة ايضا كثير، ايام الظلمة كثير، كل ما يأتي باطل. بمازال سليمان بيختم على الدنيا: كل ما يأتي باطل. هيقولها فاضل لنا مرة تاني او مرتين في الاصحاح اللي جاي ويبطل يقول باطل الاباطيل كل باطل. يعني افرح، افرح ايها الشاب في حداثتك، وليسرك قلبك، قلبك في ايام شبابك، واسلك في طرق قلبك وبمرأة عينيك. طبعا ممكن دي تكون نصيحة، انه سليمان بيقول للشاب افرح طالما ربنا مديلك اسباب للفرح. تفرح بحياتك، تفرح بنشاطك، تفرح بصحتك، تفرح بزواجك، تفرح بدخلك، تفرح 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 افرح. بس لما لقيته قلب على الدينونة في اخر الآية، لما قال كده: على هذه الأمور كلها يأتي بك الله إلى الدينونة،
ففهمت انه ممكن يبقى اللي بيقوله له لهجة شوية تهكمية، يعني عايز يقول له طب وريني هتفرح ازاي، افرح يا اخويا براحتك، يعني كده يعني معناها كده، يعني افرح براحتك زي ما انت عايز، لا مش افرح بحسابي، يعني ده معنى من ضمن المعاني يعني. لكن انا يعني فاكر قصيدة سيدنا البابا بتقول كده: يا صديقي لست ادري ما انا او تدري ماذا انت هنا. قصيدة كده جميلة قوي سيدنا مؤلفها، اسمها تائه في غربة. نحن ضيفان نقضي فترة بعدها ثم نمضي كلنا، لست أدري كيف نمضي أو متى، كل ما أدريه إن سوف نمضي في طريق الموت، نجري كلنا في سباق بعضنا في إصر بعض. يقعد يقول كلام جميل قوي. في الجزء الثالث من هذه القصيدة بيقول كده: يا صديقي كن كما شئت إذن، واجري في الآفاق من طول لعرضي، ارضي آمالك في الأحلام أو ارضها في الأوهام أو في المجد ارضي، آخر الأمر ستهوي مجهدا راقدا في بعض أشبار بأرضي، يهدأ القلب وتبقى صامتا، لم يعد في القلب من خفق ونبض. يا صديقي لست أدري ما أنا. فكلماتها بتقول هذا المعنى، اللي شايف نفسه عارف وبيجري وبيعمل ومال الدنيا نشاط، حبيبي خد بالك في الآخر، في الآخر كلنا ايه، يقولك يهوي مجهدا، يهوي مجهدا راقدا في بعض أشبار بأرضي، القلب يهدى وكله يهدى والنشاط يروح ويبقى الدينونة تيجي على الإنسان. فعايز يقول له افرح بس خد بالك زي ما قالت منال، ممكن يبقى برضو افرح ايه، بس افرح بحساب يعني. وليسر قلبك في ايام شبابك، واسلك في طرق قلبك وبمرأة عينيك واعلم، كان بيقول له ايه، بس خد بالك ها، ولكن اعلم، يعني اعمل كل ده، افرح وتحرك وانطلق وتمتع وعيش، بس خد بالك اعلم انه ايه، في يوم دينونة جاي وربنا هيجيب كل هذه الأعمال إلى الدينون. فانزع الغم من قلبك وابعد الشر عن لحمك. انزع الغم من قلبك، أنه غم بقى هنا يقصد سليمان، يعني طالما بتقول لي افرح وبعدين خد بالك انه جاي للدينونة، فهنا الغم ده معناه اما عن حالة مستقبلية وسليمان بيؤمنه منها، يعني ممكن يبقى فيه غم أبدي وحزن أبدي وكآبة أبدية لو إنسان مسلكه وحش. فبيقول له يعني احمي نفسك من المصير المرعب ده، لو تسمع كلامي دلوقتي وتفرح بحساب وتتمتع بحساب. وممكن يكون لأن سليمان قدم نفسه في سفر الجامعة كواعظ، فممكن يكون لما بيقول لشاب من الشباب على الكلام ده يتغم، فلما فسره له بيقول له ما تزعلش، انزع الغم من قلبك، يعني انا عمال اقول لك خد بالك والدينونة، انت اتضايقت مني، لا حبيبي ما تزعلش مني، انا اقصد كذا 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 كذا. انزع الغم من قلبك وابعد الشر عن لحمك، يعني قدم توبة، قدم توبة وعيش صح، وما تنساش، ما تنساش انه الحداثة والشباب باطلان، يعني لا يدومان، فيش حد بيفضل ايه زي ما هو شباب في صحته وفي نشاطه، وما فيش حد بيفضل كده. صدقوني انا بقى افاجأ، يعني بقى المشاهير مثلا وليكن حتى الممثلين والممثلات والناس دي كلها، يعني الواحد كان بيتصور ان احنا بنكبر هما ما بيكبروش، لانه بنلاقيهم في الافلام وفي الحاجات دي كلها طبعا مكياج ومش عارفين والكلام ده، وبنقعد نتفرج احنا احيانا على افلام يكون فيلم طالع مثلا بقاله 10-15-20 سنة او اكتر، فصورة الممثل في ذهننا ايه، حد كده ما بيكبرش، احنا اللي بنكبر. فمفاجأة ان فلان مات وعنده 80 سنة
وفلانة ماتت ومعدية 70-80 سنة. اللهم احنا كنا بنشوفهم ايه يا اخويا كده. الحداثة والشباب ايه باطلان، كلنا بنكبر، كلنا بيعدي. هو سليمان في صراحة في اللي قاله ده بقى مهد للإصحاح اللي جاي، مهد للإصحاح اللي جاي، يعني قال لنا انزع الغم، ما تزعلش من النصيحة، واحمي نفسك من غم أبدي ممكن يجي عليك، واحمي نفسك من نتائج شر ممكن تيجي صعبة عليك في الدينونة وما بعد الدينونة طبعا، واذكر خالقك في أيام شبابك. الجزء اللي جاي إصحاح 12، الجزء ده بلا مبالغة وبلا مقارنة، مفيش جزء تاني في الكتاب المقدس قدم هذه النصيحة للشباب مقارنة بالشيوخ في بلاغة وتركيز زي هذا الجزء من سفر الجامعة. دي حقيقة تشبيهات من أبلغ العبارات بيقولها سليمان زي ما هنشوف، وكأنه بيدي خلاصة. عشان كده الرأي اللي قلناه في الأول خالص انه سفر الجامعة كتبه سليمان في شيخوخته، فيعني جبناه من ان احنا لانه بيوصف الشيخوخة بشكل صعب، شكل معاش، فناخده نشوف بيقول ايه. اذكر خالقك في ايام شبابك قبلما تأتي ايام الشر او تجيء السنون، اذ تقول ليس لي فيها سرور. ايام الشر هي ايام التعب والمرض والضيق اللي ممكن يصاحب الشيخوخ. انا يعني بعتذر للشيوخ اللي معانا، بعتذر بجد، يعني انا وانا بحضر الموضوع ده شلت الهم قوي، وقلت في الاخر ما احنا كلنا بنكبر يعني، فان كان سليمان هيقول او يوصف احوال فناخد بالنا منها علشان نمسك في ربنا اكتر. وزي ما احنا عارفين برضو دايما يقولوا الشباب شباب القلب اساسا، يعني مش شباب العمر يعني. ها انا لسه عيل صغير اهو وعجزت، يعني انتوا كلكم شباب يعني. فاذكر خالقك في ايام شبابك قبلما تمضي تأدي ايام الشر او تجيء السنون، يعني تتوالى السنوات، ها، وتقول ليس لي فيها سرور. هو على طول بيدينا المعادلة دي، ذكرت خالقك في ايام شبابك، تيجي ايام الشيخوخة تلاقي فيها فرح وتلاقي فيها سرور. نسيت خالقك في ايام شبابك، تيجي ايام الشيخوخة ما تلاقيش فيها. معادلة، شوفوا البلاغة عاملة ازاي، معادلة. تأتي ايام الشر او تجيء السنون وتقول ليس لي فيها سرور، تيجي تقول انا مش فرحان، انا مش فرحان، وتبقى جنب الشيخ جنبي اسباب كتيرة للفرح بس هو مش فرحان، في حاجة بتبقى معطلة الفرح لانه ما عملش رصيد ينفعه وهو في الشباب. وبعدين يبتدي بقى يقول لنا اصل هتحصل حاجات، يقول بقى البعض منه قبلما تظلم الشمس والنور والقمر والنجوم وترجع السحب بعد المطر. تظلم الشمس والنور والقمر والنجوم وترجع السحب من بعد المطر. طبعا الشمس مش هتظلم ولا حاجة، لكن في الحقيقة هو مش هيبقى قادر يشوف ويميز النور من النور الشديد، الشمس من نور الأوضة، مش عارف ايه، العين بتتعب والإنسان بيبقى يعني خايف من الظلمة وعامل حساب الظلمة. ترجع السحب بعد المطر، يعني السحب تدي شوية مطر وبعد كده تروح ايه ماشية معدية، فدي معناها انه يعني السماء ممكن تمنع المعونة عن انسان، دايما المطر اشارة للمعونة من السماء. فهو اتكلم الاول على الحاجات اللي في السماء، الشمس القمر النجوم والسحب كمان، ها، ترجع السحب بعد المطر. او نفهمها انه المفروض لما السحب بتنزل المطر اللي فيها الجو بيفتح والانسان بيشوف نور الشمس،
فهو بيقول لا هيحصل كمان ايه، تيجي غيوم تاني تحجب برضو الشمس والقمر والنجوم. يعني عايز يقول يا انسان بتيجي ايام بتحس انك انت عايش في ظلمة، عايش في كآبة، عايش وانت محبوس. شوفوا احنا بقالنا كم يوم الجو صعب والسماء مليانة بالغيوم، ما وحشتكوش الشمس؟ طلعت النهاردة شوي، طلعت شوية النهاردة. فتخيلوا بقى لما واحد يبقى حاسس ان حياته كلها كده، شوية مطر نزلوا ما صدق شاف الشمس، جت غيمة تاني بعد المطر ده، جت غيمة تاني راحت حجبة نور الشمس. هنا ربما يقصد بقى سليمان النظر بالفعل، او يقصد المعرفة، او يقصد المشاعر بصفة عامة. انسان يحس انه مخنوق، ان هو محتاج نور، ضلمة بتبقى. طيب في يوم يتزعزع فيه حفظة البيت، يتزعزع فيه حفظة البيت. البيت هنا هو كيان الإنسان، جسد الإنسان. حفظة البيت اللي هي الأفكار، الرأس. تتزعزع فيه حفظة البيت، لا الشيخ دماغه كده مش مرتاحة، مش مستقر، متزعزع كده. وتتلوى رجال القوة، رجال القوة قالوا عنها انها هي الارادة، وقالوا عنها ان هم الرجلين والساقين، الرجلين والساقين. عشان كده العجوز يمسكوه عكاز، يعملوه رجل تالتة. العكاز ده رجل تالتة، خد بالك الحتة دي. ومستخدم ايد على عكاز كأنه عمل رجل تالتة يبقى ماشي. وفي ناس يحتاجوا عكازين يبقى رجله رابعة. ايه يا رب ده؟ اصل تتلوى رجال القوة. يقول لك انا مش قادر اقف، رجلي عمالة تعمل كده. فاول ما يخاف يقع، واذا وقع بعد عنكم كسر ومش عارف ايه، وفيها شاشة عظام بقى، ودخلنا في تغيير مفاصل، حاجة شغلانة كبيرة خالص خالص خالص. فتتلوى رجال القوة. وتبطل الطواحن، سنان تبطل. كان زمان يمسك عود القصب ويمزعه كده، واخد بالك؟ اما يكبر بقى مستنيها. انا حابب اضحككم لان داخلين في الجد. ها انا مستنيها دي، حلو خالص يعني، بلاش عود قصب. ايوه. فكان زمان يعني شاطر وجدع ويمسك الحاجة الناشفة ويكسرها وياكل. المرة دي دور على اللقمة الطرية بقى، ويعملوا الاكل في الخلاط وش حاجة كده يعني. دي الطواحن لانها قلت، مسكين. طبعا نشكر ربنا ايام سليمان ما كانش فيه اطقم صناعية وما كانش فيه تركيبات. ربنا يخلي دكاترة السنان شغالين يعني. انا عندي ابني دكتور سنان. هنقضيها ضحك النهارده. طيب قلت الطواحن وتظلم النواظر من الشبابيك. برضو سليمان ما كانش عنده النظارات، لكن برضو ربنا صدقوني قريتها مره في مرجع اجنبي وبيشرح الحتة دي، يقول نحن نشكر العلم. صدق كتابة كده، نحن نشكر العلم ونشكر الله الذي وهب الإنسان. إزاي يخلي سليمان لو حاضر دلوقتي معانا ما كانش كتب هذا الكلام، كان دور على كلام تاني، لأنه عالجه قلة السنان بالأطقم الصناعية، وعالجه ضعف النظر بالنظارات، ده عالجه حتى العين اللي ممكن تفقد البصر بزرع قرنية، ومش حاجات كده تفاصيل. هو دي احبائي، دي نعمة ربنا. ده الانسان اللي مش عارف قيمة ان الله يهب علما للانسان يعرف الامر ده، عشان يعرف ان ربنا موجود فعلا. يعني العلم ما جابش ده من فراغ ولا من صدفة ولا من دماغ عالم، لا ده هو ربنا اللي انار عشان يعين الانسان في شيخوخته وفي احتياجه.
تظلم النواظر من الشبابيك وتغلق الأبواب في السوق. الأبواب في السوق يعني معناها تعاملات، وهو شاب وهي شابة يخرج ويروح السوق ويتكلم ويتخانق ويفاصل ويشتري ويعمل تعامل، لكن لما بيكبر طبعا بيخاف يروح السوق لأنه بيحصل نوع من أنواع العجز في الحركة. حين ينخفض صوت المطحنة، ينخفض صوت المطحنة، وصوت المطحنة قالوا عنها برضو انه صوت السنان، بس هي في الحقيقة مرتبطة بالسوق، فمعناها انه مش هتبقى فيه الضوضاء او الونس اللي الانسان بيحس بيه، ده بيسموه هدوء العزلة، خلاص هو قاعد لوحده، قاعد لوحده، نظره ضعيف وسمعه تقيل وما بياكلش كويس ورجليه مش قادرة تشيله وافكاره تعبانة، فتلاقيه قاعد كده خلاص ما مش هنا، هدوء غير عادي وعزلة بتبقى بالنسبة له صعبة، خصوصا لو كان من الشباب اللي بيجروا ويروحوا ويتعاملوا ويتنططوا وكده، اما يكبر ويلاقي نفسه كده بيبقى بالنسبة له صدمة كبيرة خالص. وده على فكرة اللي بيخوف الناس لما بيطلعوا على المعاش، يقول لك على طول كيرف الصحة هينزل، ما كده خلصت، ده البلد بتحكم عليا ان انا بموت كده، الا اذا قدر ان هو يمارس حياة تاني ويشوف شغله ويتحرك، اللي عنده نشاط 60 سنة ده مش عجوز، واخدين بالكم؟ وهكذا يعني. وينخفض صوت المطحنة، هدوء العزلة، ويقوم لصوت العصفور، يعني اي حاجة تعمل حركة جنبه يقلق ويصحى. كان زمان وهو شاب يفرح بصوت العصفور، ولما عصفورة تزقزق جنب شباكه يقوم فرحان ومبتسم وعايز يمسكها بايده كده، لكن هو كبير بقى يقوم قلقان ومنزعج وخايف لانه هو في عزلة. وتحط كل بنات الغناء، تحط كل بنات الغناء، الغنى هنسميه أسباب البهجة، يعني تحط كل بنات الغناء يعني معناها تنقطع إيه أسباب البهجة. يمكن سليمان كان عنده حظيات كان يجيبهم يرقصوا ويغنوا، ففي الكبر ما ينفعش، ما يقدرش يتمتع بأي حاجة من هذه الأمور. وأيضا يخافون من العالي، يخافون من العالي، والعالي ده اللي هي الأماكن العالية. صدقوني أنا شفت واحد خايف يحط رجله على الرصيف، مش قادر يطلع على الرصيف، يخاف يقول لك هقع مش عارف أشيل نفسي، يخاف من العالي، فبيفقد الشجاعة والجرأة والأمان، يخاف من العالي. وفي الطريق أهوال، يعني هو ماشي مرعوب في الطريق أهوال. واللوز يزهر، اللوز يزهر، اللوز ده عبارة عن زهرة بتطلع زي زغب أبيض كده، فأشار لشيب الشعر ويقول إن هو أول زهرة في البستان تزهر هي اللوز ده، ده معناه الشيب الايه؟ الشيب المبكر، اللوز يزهر. والجندب يستثقل، الجندب ده حشرة زي الجراد كده، كانت بتتاكل، يوحنا المعمدان كان بياكل جراد وعسل بري، فده نوع من الجراد كان بيتاكل، الحشرات كانت بتتاكل، ودي في الشريعة على فكرة ما هياش مش نجسة، في سفر اللاويين 11:22 جندب من الحاجات الطاهرة اللي تتاكل. كان وهو شاب يأزأزه كده حاجة خفيفة زي اللب كده مثلا يعني، ولا أم الخلول يقولوا حاجة كده يعني، كان يمسك قرطاس يخلصه، أما يكبر بقى يديله واحدة بالعافية ولو قدر يكون. الجندب يستثقل،
يبقى تقيل على معدته، ممكن ما يناموش الليل لو كان واحدة. والشهوة تبطل، الشهوة تبطل يعني الرغبات خلاص بتدبل، الشهوات بتدبل والرغبات بتدبل، والحاجات اللي كان ممكن يعني تفرحه بتروح. وبعدين يقول لأن الإنسان ذاهب إلى بيته الأبدي، والنادبون يطوفون في السوق. الحزن بقى خلاص، الإنسان مروح وعمال بقى فاتح ودانه لإيه؟ لأخبار الأموات. لا يقول لك ايه ده، انا امي جاتني في الحلم وقالت لي ما اعرفش ايه اللي مخلي نفسي هفاني على ست امي مش عارف مين، وتقعد كده يقعدوا يفكروا الناس الكبيره كده قريب منهم قوي فكر الموت، فكر الموت. تقول لك ما اعرفش يا اخويا ابوك الله يرحمه جالي في الحلم ليه، ويقعدوا كده الستات يقولوا كلام زي ده. يعني هو الاحساس ان الموت قريب، احساس ان الحياه بتخلص، بيحسوا انه السوق مليان ندابين، ندابين كل شوية خبر موت، ويهتموا قوي بصفحة الوفيات يقروها ساعات. اول صفحة تقري بتاعت الاهرام دي زمان كانوا يعملوا كده، معرفش اللي دول بيعملوا ايه يعني. فهنا الندابون ولا النادبون يطوفون في السوق. الندابون دول بقى طغمة او فرقة، يعني كانوا يلفوا لما يلاقوا محزنة يروحوا داخلين يحيوها يسخنوها ويصوتوا ويغنوا اغاني حزينه ويقبضوا قرشين ويمشوا، مهمتهم كده تسخين الجنازه يعني. ف وانا صغير انا فاكر كان عندنا جيران كده متلوم حد مش مسيحيين يعني، وكانوا يعملوا ايه كل يوم خميس الصبح يعملوا معزه، فكانت الست تيجي تقعد في وسطيهم، كنا نشوفها كده من واحنا صغيرين عيال في الشارع كده يعني، فكانت تقعد تفقر كده وتعدد وهما يرد عليها، وبعدين كوبليه يعني نجيبوا لها كوبايه ميه ولا نتوم، مش بتصوتوا ليه؟ يروحوا مصوتين. يعني هي شايفه الحكايه بارده يعني، طب مش بتصوتوا ليه؟ ما تصوتوا. دي فرقه كانت شغلتها كده يعني، زي واحده بترقص في الفرح مش بتسقفوا ليه؟ كده يعني، هي مش بتصوتوا ليه يعني؟ فيش واحدة تعبت زغرت كده يقول له كده هذا الكلام يعني. فدول بقى الندبون يعني قريبين قوي. وبعدين يقول قبلما ينفصم، يعني اذكر خالقك في ايام شبابك قبلما ينفصم. الاول قال له قبلما تجي ايام الشر او تمضي السنين، هنا بيقول له قبلما، يعني اذكر خالقك برضو في ايام شبابك قبلما ينفصم حبل الفضة. قالوا عن حبل الفضة ده ان هو الرباط اللي بين النفس والجسد او الروح والجسد. ينفصل حبل الفضة يعني خلاص الروح تغادر الجسد. او ينسحق كوز الذهب. كوز الذهب ده الجمجمة دي، كوز ده جواها ذهب، جواها العقل، جواها العقل، والعقل ده ذهب. ينسحق كوز الذهب، يعني الانسان يجي له حاجه في دماغه. وصدقوني مفيش اجمل من هذا الامر يوضح الحكايه بتاعه البرينديس اللي هو موت العقل. يقول لك فلان حي بيتنفس وكل حاجه، بس هو خلاص دماغه انتهت يعني، اذا يدخل في موت اكلينيكي بقى ويتمنوا له الموت ساعتها وخلاص، والدكاتره يقولوا ما لا رجاء يعني خلاص، لو شالوا بس التنفس الصناعي هيروح يعني. فهنا ده ينسحق كوز الذهب. عشان كده احبائي حافظوا على عقولكم كتير، صحيح بقولها نصيحة مخلصة، حافظوا على عقولكم، مفيش داعي تتغموا كتير، مفيش داعي تقلقوا كتير، مفيش داعي تجهدوا انفسكم بشكل كبير. اصحاب الضغط العالي ياخدوا بالهم من الانفعالات، اعملوا معروف، والسكر كده خدوا بالكم من الصحة كويس قوي. ينسحق كوز الذهب او تنكسر الجرة على العين. جميل قوي التشبيه ده، ده القلب بقى، العين هو القلب، كأنه عبارة عن عين او بئر، حتى هيجيب البئر برضو، البكرة على البئر،
كأنه بئر، والشرايين اللي واخدة من القلب عبارة عن جرة وبكرة بتاخد من البير وايه وتضخ على كل الجسم. يقول لك خد بالك لحسن تنكسر الجرة على العين او تنقصف البكرة عند البئر، يعني القلب ايه يتوقف ولا يستطيع ان يضخ دم للجسم، فلا يرتوي الجسم بالدم اللي هو الحياة. ماشيين معايا ولا والدنيا غم في غم؟ انا ضحكتكم في الاول وخلاص كده ماشي. طيب او ينفحك كوز الذهب او تنكسر الجرة على العين او تنقصف البكرة عند البئر، كلها معاني، كلها معاني واحدة يعني. فيرجع التراب الى الارض كما كان، وترجع الروح الى الله الذي اعطاها. باطل الاباطيل، قال الجمعة الكل باطل. اذكر خالقك في ايام شبابك. البعض بيحاول يقول ان حكاية حبل الفضة وكوز الذهب والجرة والعين والبكرة ان دي انشطة الانسان اللي ممكن يتغر بالغنى وينسى يعني نفسه، بس ده تفسير ضعيف. تعمل في الذهب والفضة وبتاع، لكن ده تفسير ضعيف. لكن هو التفسير الصح قوي اللي احنا برتاح له انا شخصيا هو ده، انه اعضاء الانسان كلها بتتوقف والانسان بيروح. باطل الاباطيل الكل باطل، ده القرار بتاع الترنيمة الصعبة اللي اتكلمنا عنها في المقدمة. نقول حاجات كتير بعدين يختم يقول ايه، باطل الاباطيل الكل باطل ولا منفع تحت الشمس. الجزء اللي جاي بقى ده احبائي جزء في منتهى الخطورة، لانه بيوضح هدف سليمان من كتابة هذا السفر. فبيقول ايه، بقي يعني فاضل، اقول لكم بقي ان الجامعة كان حكيما. الله جميلة، كان حكيما وايضا علم الشعب علما ووزن وبحث واتقن امثالا كثيرة. اذا احنا قصاد كلمات حكيم، عالم، تائب، مدقق، باحث، بيقول خبرة قريبة جدا جدا مننا. على قد ما احنا في وسط السفر احيانا تشاءمنا وشفناها رايح ناحية التشاؤم والملل من الحياة، لكن في الاخر تكتشف انه كل اللي بيقوله كلام لازم تاخده في بالك، لازم تحطه في دماغك. تائب، عالم، باحث، متقن، مدقق، معلم، كلمات تائب حكيم. الجامعة طلب ان يجد كلمات مسرة مكتوبة بالاستقامة، كلمات حق. شوفوا توجهه وهو بيكتب لنا، طلب، صلى، اجتهد، رغب ان هو يحط لنا كلمات تفرح. حاول انها تكون كلمات تسند كل انسان يقراها، كلمات مسرة. واللي يسرك على فكرة مش بس اللي بيخليك تضحك، لا، اللي بيسرك اللي بيفهمك انت فهمت. مادام فهمت خلاص، سواء بقى فهمت امر صعب او امر، المهم انك فهمت، الفهم حلو ماشي. يعني حاول بيها سليمان يخلي الكل متشجع، ويحاول يشدد الناس، ويحاول يفكر الناس بالموت عشان يتوبوا، فلما يتوبوا يفرحوا وهكذا. يحاول يحط قيمة الأشياء في نصابها الحقيقي، الذهب هنا والفضة هنا والغنى كذا، كل حاجة وضحها علشان خاطر ايه يدينا حاجة كويسة. الحتة دي حلوة قوي. في حاجة قايمين على الكتاب المقدس ويقولوا ده اساطير، ده داود اخذ من حكماء المصريين، وسليمان اخذ من امثال مش عارف مين، وشريعة حمورابي فيها كذا وكذا وكذا. صح، ممكن، وتحط هنا
طلب سليمان أن يجد كلمات مسرة. إيه المانع أن يكون سليمان عجبته حاجة من الحاجات دي وخدها وصبغها وعرضها على الروح القدس، والروح القدس قال له اكتبها للناس وتنفعها؟ بس لازم هتلاقي فرق، والفرق ده هو البصمة بتاعة الوحي الإلهي على الكلمات. فعلا في حاجات شبيهة باللي موجود هنا في شريعة قدماء المصريين، ومكتوبة قبل سفر الأمثال وقبل سفر المزامير، لكن مش معناه ان كتابنا يعني سارق منهم ولا حاجة. لا، هنا كلمة سليمان دي تبينها لنا، زي ما ابونا مثلا يجي يحضر عظة تحس ان العظة دي جاية لك من الروح القدس على طول وتأثر فيك وتغير فيك وتتوبك. هل هو وحي لابونا، ولا ابونا اجتهد وقرى وعمل وجاب لك الشيء اللي بينفعك بروح الصلاة؟ نفس الفكرة بيقولها سليمان النهاردة، طلب واجتهد، والروح القدس سجل لنا بعض ما قاله سليمان وليس كل، بعض ما جمعه سليمان وليس كل. عنده كان عنده آلاف الأمثال سليمان، جابها منين؟ مش كلها وحي، لكن أرى الروح القدس شاف إن هذه الكلمات ياخدها ويحملها بسلطان إلهي ويخليها في الكتاب المقدس. نقدر كده نوزن إيه؟ نوزن الأمور، عشان ما حدش يقول لك دول حرامية، دول سرقة، دول عملوا. لا، ما هي قصة جمع، وروح القدس بيحملها بهذا السلطان فتبقى وحي. لأن احنا ما نعرفش الوحي اللي هو يقعد ويغمض ويترعش وبعدين في الآخر يقول له اكتب، ما عندناش دي، مش بتاعتنا، مش بتاعتنا. إنما عندنا إن احنا اكتب بدماغك، ثقافتك، وبقلمك، وبلغتك، وبكل حاجة. بس وانت بتكتب انا ايه هقولك تكتب ازاي يعني؟ ولو جه حاجة في دماغك ما تتفقش معايا هقولك بلاش منها، وهكذا. حب يكتب كلمات، فكتب كلمات مكتوبة بالاستقامة، كلمات حق، يبقى كلمات صادقة حقيقية. كلام الحكماء كالمناسيس، افهموا يا بشر، المنساس أو المنخاس عبارة عن حاجة يزغدوا بيها الطور عشان يمشي لقدام وهو بيجر المحرات. فدي برضه عايز يقول إن كلمات الحكماء حاجة تخلي الإنسان إيه؟ مدفوع للأمام، مدفوع للحركة في طريق ربنا. وكأوتاد منغرسة. إيه الفرق بين المنخاس والأوتاد؟ المنخاس حاجة اهو الواحد يزغد بيها الطور في بطنه كده يروح يجري. اما الاوتاد فهي ثوابت، الثوابت، الثوابت اللي في الحياة، كلمات الحكماء ثوابت. عشان كده بيقول كأوتاد منغرسة ارباب الجماعات، the masters. يعني عايز يقول انه الاقوال دي بالنسبة للشعب، عموم الشعب اللي بيسمع الوعظ، عبارة عن مناسيس في ايد المعلمين او اوتاد بيضعها مين؟ المعلمين. يقعدوا يعلمونا بكلام الحكمة فينخسونا، ينخسوا ضميرنا، يحركونا، يدفعونا لقدام، يعلمونا ثوابت معينة نسقط عليها كل تصرفاتنا، تبقى تصرفاتنا معمولة بالحق وبالايه وبالاستقامة. كالمناسيس وكأوتاد منغرزة أرباب الجماعات قد أعطيت من راع واحد. هنا يقصد بها سليمان نفسه، يعني راعي واحد علم، كل واحد معلم يمسك اللي قاله سليمان يعلم بيه الناس. لكن هناخدها كمان انه حتى نفس سليمان as a master، كواحد معلم يعني، هو اخذ من مين بقى؟ اخذ من ربنا الراعي الايه؟ الراعي الواحد الحقيقي. طيب ده بالنسبة لك يا سليمان وبقية، وبالنسبة لنا يقول لك وبقية انت بقى. فمن هذا يا ابني تحذر. عايز اديك نصيحة، يلي انت ما تعلمتش حاجة من كل اللي قلته، لا عمل كتب كثيرة لا نهاية، والدرس الكثير تعب للجسد، عايز يقول له يكفي ما كتبت لك. تحذر من انك انت تهمل ما كتبت لك.
يكفي اللي كتبته لك، لو طوعته تنجح، لو طوعته تنجح. القصة مش قصة ان اعمل لك كتب 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 كتب. عارف لما يكون في طالب كان لينا زملاء كده يعني يقول لك بابا في كتاب خارجي مثلا في الرياضيات اسمه كذا، راح ابوه جابه له. بابا سمعت عن كتاب اسمه كذا، راح ابوه جابه له. في الاخر تلاقي المكتبه مليانه كتب خارجيه في الرياضيات وهو ما ذاكرش ولا كتاب، ويسقط في الامتحان. بطل تعب يا حبيبي، بطل، كفايه كتاب واحد فيه المنفعه كلها، مش كده ولا ايه؟ فيه المنفعه كلها. انما هنا تقول لي اعمل تاني، هات تاني، علمني تاني يا حبيبي، ده تعب للجسد، الدرس الكتير تعب للجسد، تحذر. لعمل كتب كثيرة كده ولا نهاية. وبعدين لما لقى برضو الشباب يعني مصرين على موقفهم، قال له بقول لك ايه، فلنسمع ختام الامر كله، ولخص كل اللي قاله في ايتين، لنسمع ختام الامر كله. اتق الله واحفظ وصاياه، لان هذا هو الانسان كله، لان الله يحضر كل عمل الى الدينونة على كل خفي، ان كان خيرا وان كان شرا. ايه رايكم في الايتين دول؟ كل السفر في الايتين دول. ويبقى نصح بقى سليمان كمان يقول ايه، فلنسمع مش فلتسمع. حط نفسه ايه معانا، لانه بيطبق الكلام على نفسه قبل ما يعلم به الناس، زي ما اتفقنا انه دي وعظة، سفر الجامعة ده وعظ، واتكلمنا عنه انه سفر توبة، سليمان قدم فيه توبة. فقال فلنسمع ختام الامر كله، نسمع كلنا ختام الامر كله. اسمع الخلاصة، اتقي الله واحفظ وصاياه، لان هذا هو الانسان كله. قيمتك يا انسان، قيمتك يا انسان في انك تتقي الله وتحفظ وصاياه. كل معنى وجودك، كل معنى حياتك انك انت ترتبط بربنا وتعيش في حياة التقوى وحفظ الوصايا. التقوى هي الصلاح باختصار شديد، الصلاح والاستقامة وحياة البر وحياة التوبة، الحياة اللي فيها عشرة مع ربنا، هي دي التقوى. اتقي الله واحفظ وصايا. ربنا ادانا وصايا، ومن ضمنها هذه الوصايا اللي موجودة في هذا السفر العظيم. طب ليه قوي يا سليمان بتدوس على دي؟ يقول لك لان ربنا هيجيب ايه، كل عمل الى الدينونة. كل عمل، لا ده خد كمان على كل ايه، خفي، الافكار قبل الاعمال، النيات، الضمائر، القلوب، الاتجاهات، التوجهات، كل حاجة ربنا يحطها قصادك، ليس خفي الا ويستعلن، على كل حاجة، ان كان خيرا وان كان، هيتوزن في ميزان الدينونة كل عملك حبيبي. فتبقى دعوة حلوة للتوبة، وختام رائع لسفر رائع كتبه لنا سليمان، عصارة خبرة وعصارة يعني واحد اختبر الحياة بطولها وعرضها، عاش المتع وعاش الملذات وعاش الشهوات وعاش الغنى، وعاش وعاش وعاش، واختبر التوبة، واختبر الحب الإلهي، واختبر كل حاجة. فلما يقول لنا يبقى بالحق هو ايه، معلم صالح. ربنا يبارك في هذه الكلمات، ويا ريت اكون ختمناه ختام يعني مفرح مريح. ينفعنا ربنا ببركة صلوات سليمان الحكيم. لإلهنا كل مجد وكرامة للأبد أمين، وتعيشوا لكل سفر.